السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا على الجملة الاسمية. تفهمنا؟ اذا نشوفوا التعريف ديال الجملة الاسمية والمكونات ديالها، يعني الجملة الاسمية ما هيش كتكون. اول حاجة لاحظوا معايا في العنوان عندي الجملة الاسمية. اول حاجة غنعطيو التعريف ديال الجملة. شنو هي الجملة؟ إذن الجملة عبارة عن مجموعة من الكلمات. تفهمنا؟ إذن عندي كلمتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني الجملة كتبدأ من كلمتين فما فوق. عندنا جوج ديال الكلمات أو ثلاثة أو أربعة، فهذاك السطر كنسميوه جملة. تفهمنا؟ إذا جملة عبارة عن مجموعة من الكلمات كتبدأ من كلمتين فما فوق. لاحظوا معايا، إذا هنا شفنا الجملة، واحد اسم جديد هو الكلمة. لاحظوا معايا، نعرفوا نشوفوا دابا شنو هي الكلمة. تفهمنا؟ إذن الكلمة نقدروا يكونوا فيها ثلاثة ديال الأنواع. الكلمة يمكننا نلقاوها عبارة عن اسم، فهمنا؟ اسم عبارة عن فعل، والكلمة تقدر تجي عبارة عن حرف. تفهمنا؟ إذا هادو كنعتبروهم أساسيات ديال النحو، ضروري خصكم تعرفوهم في الأول باش يمكن لكم تدوزوا للجمل، الأنواع ديال الجمل. دابا تعرفنا على الجملة. لاحظوا معايا الكلمة اللي حدا الجملة هي الإسمية. إذا الإسمية جاية من كلمة اسم. تفهمنا؟ إذا شنو هو الشرط ديال الجملة الإسمية؟ يعني باش غنعرف واحد الجملة واش هي اسمية او لا فعلية. كاينين بزاف ديال الانواع ديال الجمل. لاحظوا معايا، الشرط الوحيد اللي خاصو يكون في الجملة الاسمية هو انه الجملة الاسمية تبتدئ باسم. تفهمنا؟ اذا اي جملة كتبدا باسم فهي جملة اسمية. ندوزو الأمثلة. لاحظوا معايا هاد الأمثلة اللي هي عبارة عن مجموعة ديال الجمل. لاحظوا معايا الجملة الأولى، الفلاح يزرع الحقل. إذا الجملة باش بدات؟ بدات بالفلاح. الفلاح فهو اسم. تفهمنا؟ اسم. إذا مادام الجملة كتبدا باسم فكنسميوها جملة اسمية. لاحظوا معايا الجملة الثانية، العلم نور. إذا الجملة بدات باسم، إذا كذلك فهي جملة اسمية. لاحظوا معايا، المغرب بلد جميل. نشوفوا الجملة باش كتبدا، كتبدا بالمغرب اللي هو طبعا اسم، فهي كذلك جملة اسمية. لاحظوا معايا، الدرس ممتع. هاد الجملة بدات باسم، فهمنا؟ اسم، اذا فهي كذلك جملة اسمية. لاحظوا معايا، هاد الجمل باش كيتشاركوا بالالف واللام في الاول. لاحظوا معايا، اذا حتى هادي خاصكم تعرفوا هاد الملاحظة، ان الاسم، ان الجملة الاسمية المبتدأ ديالها ماشي دائما، ولكن كتلقى غالبا كيبدا بالالف واللام. الفلاح، العلم، المغرب، الدرس، فهادو عبارة عن جمل اسمية. لماذا؟ لانهم ابتدأوا باسماء او لا اسم. تفهمنا؟ ندوزو دابا المكونات ديال الجملة الاسمية. الجملة الاسمية ما يش كتكون؟ اول حاجة عرفناها كتبدا بالاسم. دابا نشوفوا المكونات ديال الفقرة، مكونات الجملة الاسمية. دابا لاحظوا معايا، الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ زائد خبر. إذا الجملة الاسمية تتكون من
مبتدا وخبر. اذا قلنا باش نعتبر واحد الجمله انها جمله فهي على الاقل خصها تكون كتكون من جوج ديال الكلمات. اذا ملي كيكون عندنا جوج ديال الكلمات او لا اكثر والكلمه الاولى كتكون اسم فهو في الاعراب. فهموا لاحظوا معايا في الاعراب في الاعراب فكاسم فكنعربوا الاسم الاول على اساس انه مبتدا والاسم الثاني فهو كيتعرب خبر. علاش الاول مبتدا؟ علاش سميناه مبتدا؟ حيت بدينا به الجمله. فهمنا بدانا به الجمله داكشي علاش كنسميو الاسم الاول مبتدا. والكلمه اللي كتكون من مورا المبتدا كنسميوها خبر. علاش الخبر؟ حيت هي كتخبرنا بالمبتدا، تخبرنا بحالة المبتدا. تفهمنا؟ اذا هذا هو مكونات الجمله الاسميه. ندوزو الامثله باش نلاحظوا معايا هذه الامثله. الفهد سريع، الام حنونه، الرياضه صحيه، المطالعة مفيدة. لاحظوا معايا قلنا الجملة الاسمية من شوفوا الاسم الاول او الكلمة الاولى كتبدا بالالف واللام فاحنا كنعرفوا انه اسم. فهمنا؟ اذا في الاعراب، بالنسبة للاعراب فالكلمة الاولى تعرب مبتدأ. تفهمنا؟ مبتدأ. اذا الفهد فهمنا مبتدا، والمبتدا دائما كيجي مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. اذا من نشوفوا الكلمه فيها الضمه فحنايا نقولوا عليها مرفوع، ملي كنشوفوا الفتحه كنقولوا منصوب، ملي كنشوفوا الكسره كنقولوا مجرور، وملي كنشوفوا السكون فحنا كنقولوا مجزوم. اذا فهم الفهد فهو مبتدا، ملي كنشوفوا الضمه كنقولوا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. اذا باش مرفوع؟ بالضمه اللي كتبان في الاخر ديالو. تفهمنا؟ لاحظوا معايا الكلمه الثانيه، الفهد سريع. اذا قلنا في الجمله الاسميه الكلمه الاولى الا كانت مبتدا الكلمه الثانيه كتسمى خبر. اذا هذا خبر، الفهد سريع. اذا الخبر حتى هو مرفوع بالضمه الظاهره او بتنوين الضم حيت عنده جوج تنوين الضم. اذا هذه كتسمى تنوين الضم. تفهمنا؟ ندوزو الجمله الثانيه، الام. اذا الام فهي كذلك مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. حنونه، حنونه فهي اذا المبتدا من موراه كيكون خبر. لاحظوا معايا واحد المعلومه كما قلت لكم، قلنا المبتدا هو اللي كنبتديو به الجمله، ولكن الخبر باش كنعرفوا الخبر؟ دائما طرح السؤال، هذا المبتدا مالو او لا مالها؟ غير بينك وبين راسك. اذا الفهد، هاد الفهد مالو؟ شنو قالوا لنا عليه؟ الفهد سريع. اذا عطاونا معلومه ان الفهد سريع، اذا ملي كنلقى الجواب فهو خبر. لاحظوا معايا المثال الثاني، الام حنونه. اذا الام مالها؟ فهمنا مالها؟ ملي كتلقى الجواب فهذا كيكون خبر، الام حنونه، يعني خبرونا ان الام حنونه، يعني الحنونه خبر. اذا حنونه كذلك مرفوعه بتنوين الضم. شوفوا الجمله الثالثه، الرياضه. اذا الرياضه كذلك فهي مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره. اذا هاد الرياضه مالها؟ شنو بغاو يقولوا لنا عليها؟ الرياضة صحية. تفهموا معايا؟ لاحظوا معايا صحية. إذا صحية فهو خبر مرفوع بتنوين الضم، تنوين الضم. لاحظوا معايا الجملة الأخيرة أو المثال الأخير، المطالعة مفيدة. لاحظوا معايا المطالعة، إذا المطالعة مبتدأ
مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. المطالعة مالها؟ القراية أو مطالعة الكتب مالها؟ شنو قالوا لنا عليها؟ المطالعة مفيدة. إذا مفيدة فهي خبر مرفوع بتنوين الضم. إذا هنا في هذه الأمثلة تعرفنا على المبتدأ كيفاش كيكون، والخبر كيفاش كيكون، والخبر باش نعرفوا انه خبر انا دائما نسول السؤال المبتدا ماله او لا مالها، الا كان المذكر ماله، والا كان المؤنث مالها. الا لقيت الجواب فذاك الجواب كيكون هو عباره عن خبر. لاحظوا معايا الملاحظه اللي قلت لكم في الاول، ان المبتدا دائما غالبا ماشي دائما يبدا بالف واللام. ندوزوا لاخر فقره، اخر فقره غادي نشوفوا هذا الخبر. دابا المبتدا كيكون دائما معروف، المبتدا اللي كنبداو به الجمله، وانما هذا الخبر هذا ما كيجيش دائما مفرد. هنا الخبر في هذه الامثله هذه جا اسم مفرد، يعني واحد كلمه واحده. انما الخبر كيجي عنده بزاف ديال الانواع، تفهمنا؟ الخبر كيجي في بزاف ديال الحالات. شوفوهم دابا، ندوزو الامثله. شوفوا معايا هذه الامثله في هذه الفقره هذه، قلت لكم كيف ما قلت لكم غادي نشوفوا انواع الخبر. الخبر ما كيكونش غير كلمه واحده دائما، كيمكن له يجي في مجموعه من الصيغ، نتعرفوا عليهم دابا. لاحظوا معايا الجمله او المثال الاول، المعلم مخلص. اول حاجه نشوفوها واش هي جمله فعليه او جمله اسميه. قلنا الجمله الاسميه اللي كتبدا باسم، والاسم غالبا كيكون بالالف واللام. اذا لاحظوا معايا هذه الجمله، اذا هذه فيها الف واللام، اذا هذا اسم فهو كيتسمى مبتدا. المعلم ماله؟ شنو قالوا لنا عليه؟ ان المعلم مخلص. اذا مخلص خبرونا باللي المعلم مخلص، اذا المخلص خبر، اذا هذا خبر، تفهمنا. وشوفوا دابا النوع ديالو، لاحظوا معايا دابا حنا غندرسوا الانواع ديال الخبر. هذا الخبر كيف جا؟ عباره عن كلمه واحده، يعني اسم مفرد، يعني مفرد، تفهمنا. نشوفوا المثال الثاني، الفتاة خلقها جميل. لاحظوا معايا الفتاة، اذا الفتاة فهو كذلك مبتدا. الفتاة، لاحظوا معايا الجملة اللي موراها هذه، خلقها جميل، وهنا غادي نتردد وغنحير، ما غنعرفش فين هو الخبر فيهم، واش هو خلقها واش هو جميل. اذا قلنا باش نتعرفوا على الخبر خصنا نشدوا المبتدا ونطرحوا السؤال، المبتدا مالو او لا مالها. اذا الفتاة مادام انها مؤنث غنقولوا مالها. اذا غنقولوا واش نقدروا نقولوا الفتاة مالها خلقها ونحبسوا؟ لا، ما ماشي الخبر هو خلقها. واش نقولوا الفتاة مالها جميل؟ لا، حيت كان الخبر خاصو يكون حتى هو مؤنث، مبتدا الا كان مؤنث الخبر كيكون مؤنث. اذا نقول هذا ماشي خبر وهذا ماشي خبر، اذا فين هو الخبر؟ الخبر هنا جا عباره عن جمله، هذا كامله عباره عن خبر. اذا هذه الجمله كامله عباره عن خبر. لاحظوا معايا هنا النوع ديال الخبر جا عباره عن كلمتين، فهمنا؟ جا عباره عن جمله، فهمنا؟ حيت قلنا الجمله كتكون من كلمتين فما فوق. هنا عندي جوج ديال الكلمات، اذا هذه فهي جمله. هنا كتبقى لي واحد الحاجه، انني نشوف واش الخبر جمله اسميه او لا جمله فعليه. خلقها، اذا خلق فهو اسم يعني مبتدا، اذا هذا كيتسمى جمله اسميه. تفهم معايا؟ لاحظوا معايا واحد الشرط، باش نعرفوا ان الخبر جاء عباره عن جمله اسميه خاصو يكون ضمير. لاحظوا معايا مزيان، عندي ها، عندي هنايا ضمير، اذا عندي مبتدا والخبر عباره عن جمله. باش نقولوا ان الخبر عباره عن جمله، هذيك الكلمه الاولى خاصها تكون فيها ضمير، فهنا كنقولوا انه جمله اسميه، حيت الجمله بدات باسم خلق فهو اسم ماشي فعل. لاحظوا معايا المثال الثالث، التلميذ يراجع دروسه.
إذن التلميذ مبتدأ. غادي ندرسو حنايا هاد الجملة كاملة. إذن التلميذ مالو؟ إلا قلنا التلميذ يراجع، ما خبرناش يراجع شنو، أو يمكن نقولو التلميذ دروسه، لا ما يمكنش. إذن هذا ماشي خبر وهذا ماشي خبر، فين هو الخبر؟ إذا الخبر فهو هذوك الكلمات بجوج، يراجع دروسه. إذا هنا الخبر جاء عبارة عن شنو؟ جاء عبارة عن جملة، فهمنا؟ جاء عبارة عن جملة. نشوفوا دابا الجملة واش هي اسمية أو لا فعلية. نشوفوا الخبر بدأ بيراجع، إذا يراجع وهو فعل راجع، أنا راجعت، أنت راجعت، أنت راجعتي، إذا كيتصرف فهو فعل، إذا هذا فهو جملة فعلية. تفهمنا؟ لاحظوا معايا المثال التالي. العصفور فوق الشجرة. لاحظوا معايا العصفور فهو مبتدأ. قلنا باش نقلبوا باش نوجدوا الخبر خاصنا نسولوا مالو أو لمالها. إذا العصفور مالو؟ إلا قلت لك العصفور فوق فأنا ما خبرتك بوالو، أو إلا قلت لك العصفور الشجرة ما خبرتك والو. إذا الخبر ما هذا ما هذا، فين هو الخبر؟ فهو بجوجهم، بجوج بجوجهم، كلمة بجوج بجوج خبر. إذا الخبر جاء على شكل شنو؟ ماشي جملة. لاحظوا معايا حيت عندي فوق، شنو هو فوق؟ بقى غنطرق الدرس ديال ظرف زمان وظرف مكان. فوق فهو ظرف، فوق ظرف مكان، فوق تحت، فهمنا؟ فوق تحت فهما ظرف مكان، كيوريونا المكان. إذا هنايا الخبر جاء عبارة عن ظرف. لاحظوا معايا المثال الأخير، المعلم في القسم. إذا المعلم فهو مبتدأ، فين هو الخبر؟ المعلم القسم لا، أو المعلم في لا. إذا الخبر هنا جاء عبارة عن جوج ديال الكلمات، فهذا هو الخبر. إذا في إذا في كتعرب جاء حرف جر، والقسم اسم مجرور. بقى غادي ندير الدرس ديال الظرف وديال حروف الجر باش نفهمو اكثر. اذا هنا الخبر جاء عبارة عن شبه جملة، فهمنا؟ ملي كيكون حرف جر واسم مجرور فكتسمى شبه جملة، وحتى بالنسبة للظرف حتى هو كيتسمى شبه جملة، تفهمنا؟ اذا فالفيديو كما قلت لكم، كما سبقت وقلت لكم، تعرفنا على المكونات ديال الجملة الاسمية والانواع ديال الخبر. الخبر يقدر يجي مفرد عبارة عن كلمة واحدة، يقدر يكون فيه جوج ديال الكلمات، عبارة عن جملة اسمية الكلمة الاولى تكون اسم، جملة فعلية الكلمة الاولى اللي في الخبر كيجي فعل، يقدر يكون يجي شبه جملة، يا اما ظرف يا اما جر حرف جر واسم مجرور. فبهذا كنكونوا سالينا الدرس ديال الجملة الاسمية، كنتمنى تكونوا يكون فادكم هذا الدرس. نتلاقاو في فيديوهات مقبلة إن شاء الله. دمتم على خير.